نروح للتراث الفني الغنائي، وأيضا كتير خلينا نقول من أنواع التراث السوري المتنوع بشقيه المادي واللا مادي. حمل هالتراث تنوع كبير من حرف وعادات وتقاليد، شكلت لوحة جمالية سورية عبر الزمن. أكيد عشاق الفن على موعد مع افتتاح مهرجان البزق العاشر بخان أسعد باشا، طبعا عم بيضم عدد من ومشاركة من عازفي الطنبور والبزق وعدد من الآلات الأخرى من مختلف المحافظات السورية. لنحكي أكثر عن هالمهرجان والتفاصيل، أكيد معنا الصحفي إدريس مراد منظم ومدير المهرجان. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك أستاذ إدريس، وخلينا نبلش اليوم مع المهرجان بنسخته العاشرة اللي طبعا عم يتحضر ليكون حاليا بخان أسعد باشا العظم، وأكيد عدد كبير من الناس ومحبين هذا المهرجان ومتابعينه عبر 10 دورات بانتظاره. تماما. آلة البزق هي من إحدى الآلات التراثية حقيقة في الموسيقى السورية، يعني أساس البزق هو من آلة اسمها الطنبور. الطنبور هي الآلة الأقدم حقيقة في هذه العائلة، يعني من بعد الطنبور إجا البزق ومن ثم البقلمة، وكان في آلة تانية اسمها الجنبش عمليا هلا حتى نحن حاطينها بهاي الدورة مشان بس نفرجيها للحضور. هاي الآلة تقريبا ماتت تماما، قليلين جدا في العالم يعم يعزفوا على هاي الآلة. بس عموما هاي الآلات كلها تنتمي لتراث عمرها آلاف السنين، يعني فيني أقول لكم عمرها أكثر من 4000 سنة، 4000 عام آلة الطنبور خاصة. يعني طبعا الاستمرارية يعني 10 سنوات بهذا المهرجان أكيد له يعني له أكيد أهميته، حتى يعني قدرنا نستمر في هذه السنوات السابقة. أعتقد آلة البزق يعني هي من الآلات اللي بتقدر تطلع على المسرح، اللي بتقدر إنه تقنع الحضور بعزفها حتى لو كان منفرد، وقليل جدا من الآلات البدائية القديمة حتى عند شعوب العالم نقدر نلاقيها عند أي شعب مثل هذه الآلة الوترية اللي عمرها 4000 سنة وفيك هلا تعزفها على المسرح ويشد الجمهور لليوم. فكان من الضروري جدا أنه نبين للعالم أنه هاي الآلات موجودة عندنا، مو بس للعالم، نبين للجمهور السوري أيضا أنه في نحن عندنا هاي الآلات، باعتبار آلة الطنبور والبقلمة والجنبش هي آلات محصورة بمنطقة سورية معينة اللي هي شمال وشمال شرق سوريا. يعني كانت تعزف بالأعراس وتعزف بمناسبات اجتماعية عدة، وخاصة آلة الجنبش حتى بأواسط الثمانينات أو بداية الثمانينات كانت تستعمل نتيجة أنه صوتها عالي. هي آلة يعني آلة معدنية فينا نعتبرها، يعني من الفونت أو من الألمنيوم والصدرة تجي من الجلد، فبتعطي صوت حتى الأوتار تبعها معدنية فتعطي صوت أعلى، فأحيانا بيمشي حال حتى بدون أجهزة الصوت أو بدون مكبرات صوت. آلة الطنبور استعملت قديما جدا في طقوس دينية قديمة مثل الديانة الإيزيدية مثلا، هاي الديانة القديمة هي ديانة ما قبل الإسلام طبعا، واستعملت ولا اليوم تستعمل طبعا، حتى اليوم موجودة هاي الديانة عنا بسوريا، تستعمل في طقوسها الدينية. يعني عندهم هن مزار، دائما المزار هو بعيد عن المناطق السكنية، فبأعيادهم أو بصلواتهم الدينية تجتمع كل هذه الأرياف وكل هذه المدن بمنطقة واحدة، ويعني وينسحبون نحو هذا المزار في الجبال مع الغناء والناي والدفوف وآلة الطنبور. فإذا يعني آلة الطنبور لها أهمية كبيرة، غير ذلك استعملت في الغناء والطقس الشرقي والكثير من الألحان لحد أنا عم نسمعها استعملت هذه. فكان من الضروري أن نعطي مجال لهذه الآلة، نقدمها بشكلها لائق، نقدمها على مسارح سوريا. طبعا قدمنا 7 مهرجانات، 7 دورات من المهرجانات على دار الأسد للثقافة والفنون أوبرا دمشق،
وكذلك الأمر قدمناه في 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 مسرح القباني، كمان هذا المسرح حقيقة هو من المسارح القديمة بدمشق، زائد قدمناها لعامين على في مجمع دمى الثقافي. السنة حبيت انه او كان حلم حقيقة لي انه هذا هاي يعني هاي الآلات التراثية تكون في مكان يعني في مكان تراثي، فما لقينا افضل من او اجدر من خان اسعد باشا اللي هي تنتمي كمان لارثنا العظيم للتراث السوري العظيم. انه تخيلي اليوم راح يكون في الحان تراثيه عمرها مئات السنين في مكان عمره عشرات السنين، قد ايه بده يعمل تناغم وانسجام ما بين هذين التراثين، التراث الموسيقي والتراث المعماري السوري. نعم، وخاصة أنه اليوم في له أهمية كمان بالمكان اللي مثل ما قلنا خان أسعد باشا، والنسخة العاشرة يعني 10 سنوات اليوم، السنة العاشرة عم تكون يعني بمكان حضاري، أصبحت ظاهرة ثقافية حقيقة تماما. وخاصة أنه هي جزء من التراث، يعني هي الموسيقى جزء من تراث سوري من مختلف المحافظات اندمج، واليوم يقدم بطريقة أو ما بمهرجان معين. خلينا نحكي عن أهميته اليوم. يعني هو بمختلف حقيقة مناطقه وألوانه، نحن بنعرف الموسيقى السورية هي ذات ألوان متعددة، يعني هذا اللون كمان بيحسدون عليه العالم، يعني باعتبار يعني قد ما كان في ألوان، قد ما كان في غنى، قد ما كان في حضارات أكثر، قد ما كان في ثقافات أكثر. مثلا اليوم بدنا نسمع الموسيقى السريانية، بدنا نسمع الموسيقى الآشورية، بدنا نسمع الموسيقى الكردية، بدنا نسمع الموسيقى العربية بلهجاتها العديدة، فهذه الألوان من الصعب تجدينها بأي بقعة من الأرض. فهذه الآلة استعملت في هذه الموسيقات، فتخيلي انه قديش راح يكون في عندنا ألوان بهذا المهرجان. أهميته تكمن في كثير من المسائل حقيقة، يعني المسألة الأولى والأساسية هو أنه هي الحفاظ على هذا التراث، غير أنه كمان نحن عم نحاول أنه هاي الآلة ما بتموت، يعني ما تموت، ضل عايشة في 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 بيوتنا، في في وجداننا، وخاصة إلى اليوم أنه أي بيت في الجزيرة السورية حتى لو ما كان في عازفين بهذا البيت بتلاقي انه هاي الاله موجودة. آلة الطنبور هي معلقه ببيوتهم، فهذه الاله ما لازم تموت ابدا، وخاصه انه عندها امكانيات ومساحات في علاماتها الموسيقيه، يعني هي لا تختلف عن العود ولا مو قليله عن، يعني امكانياتها مو اقل من العود ابدا، ربما في بعض الاحيان يعني هي تستبق العود في الامكانيات الموسيقيه. واستعملت عند الكثير ولحنت عليها الكثير من الالحان، مثلا محمد عبد الكريم لحن عباقرة العالم، المغنيين عباقرة المغنيين العرب، مثلا سعيد يوسف هذا الشخص اللي افتقدناه من زعام، هو كان امير الثاني بعد محمد عبد الكريم على هذه الآلة، حقيقة كمان ما ضل حدا ولا غنى من ألحانه، هو كل هذه الألحان لحنت على هذه الآلة. نعم. فله أهمية كبيرة، وزائد أنه وخاصة يعني منذ المهرجان الأول لليوم في كثير من الأطفال وكثير من الشباب عم تحاول تتعلم على آلة البزق، وفي منهم حتى عم يتعلموا على آلة الطنبورة والبقلمة، ف يعني مشان نحافظ على هدول، مشان نعطي حافز لهدول، مشان نقدر نرشف هذا التراث العظيم، فكان لابد من مهرجان البزق. وخاصة السنة نحن عاملين يعني أكثر من شغلة في هذا السياق، في هذا المجال. المسألة الأولى أعطينا مجال لعدد من اليافعين اللي عم يعزفوا على اللي عم يتعلموا، وخاصة هن من طلاب معهد صلح الوادي وطلاب معهد فريد الأطرش بسويداء. أعطيناهم مجال ولو لكل واحد معزوف أنه يقدر يعزف على هذه الآلة، كمان مشان نشجعهم أنه يضلوا يتعلموا ليكبروا ليصيروا عازفين محترفين. زائد أنه عملنا ورشة عمل في نهاية المهرجان، المهرجان هو 4 أيام في خان أسعد باشا، يوم الخامس راح يكون عبارة عن ورشة عمل يوم كامل
رح نلتقي فيه مع أغلب المشاركين. تنتهي هذه الورشة بأمسية عزف منفرد على هذه الآلات، يعني عمليا رح يشارك فيها شيء 15 عازف، كل عازف بده يقدم معزوفة تراثية على على آلته. يعني أستاذ إدريس، بما أنه حكينا عن رحلة فنية من التراث السوري اللي بتتميز فيه طبعاً الجزيرة السورية بكل محافظاتها، خلينا نرجع نذكر اليوم، قلت 4 أيام تقريباً صلوا المهرجان، خلينا نذكر بأيام المهرجان العروض اللي موجودة مشان الناس اللي بدها تروح تحضر أو تتعلم أو حتى أنه بس تتذوق هاي الرحلة اللي موجودة عم بتقدموها، إن كان من الشباب مع اليافعين أو حتى من الفنانين المشهورين اللي بيعزفوا على آلات متعددة. تماما. هلا اليوم هو الافتتاح، اليوم الساعة 7 مساء في خان أسعد باشا، وعلى مدى 4 أيام. أنا ما رح أذكر أسماء لأنه هي أسماء حقيقة كثيرة، يعني بس الأوقات حوالي ساعة 7 مساء على مدى 4 أيام، كل يوم الساعة 7. كل يوم عنا حوالي 7 فقرات. فيني أحكي عن طبيعة البرنامج شو بده يكون. في بعض الآلات رح تكون سولو لحالة، آلات فردية وخاصة آلة البزق. وحنا قصدنا في آلة قديمة، هاي الآلة اللي عم بحكي لكم عنها اللي عمرها آلاف السنين، هي آلة الطنبورة. الطنبورة صغيرة هي الأساسي. في عازف من منطقة عفرين راح يجي يعزف عليها، فكمان احنا قصدنا ان نقدمها سولو هاي الآلة لحالة مشان نبين اكثر الطبيعة اللي كانت تنعزف عليها. هذا الشخص يجوز هو اخر شخص اسمه اكرم نازي، هو من اخر الاشخاص اللي بيعزفوا بهي الطريقة على هذه الآلة، طريقة الاصابع، هي الطريقة القديمة البدائية جدا عمرها الاف السنين. وبعض الآلات الثانية نحن قصدنا مشان انه يكون في شكل من اشكال التنوع، انه تقدم هاي الآلات او هذه الالحان بطريقة مستساغة للاذن. حاولنا انه نخلطها مع بعض الآلات الثانية كالناي والكمان والآلات الإيقاعية، انه على اقل شيء انه المستمع لما بيقعد انه ما يسمع بس آلة البزغ بعدين يصير عنده ملل. فلما يكون في مقطوعة آلة بزغ سولو زائد مقطوعة ثانية موزعة موسيقيا، فممكن جدا انه راح يقدر يضل من بداية الحفل لآخر الحفل بدون أي ملل. فهذا اللي قصدنا. المسألة الثانية حكيت لكم عنها هي مسألة انه احنا اعطينا فرصة لبعض الطلاب هذه الآلة، طلاب هن يافعين، بحيث انه بدهم يقدموا كل واحد معزوفة مشان نقدر يعني نشجعهم انه نعطيهم هذه الفرصة انه يقدروا يكملوا دراستهم لهي الآلات. بالإضافة مسألة ورشة العمل كمان كانت ضرورية، لانه نحن العازف اللي جاي من طرطوس مثلا ممثل عازف جاي من درعا، او العازف جاي من درعا ممثل عازف جاي من قامشلي، يعني كل واحد عندهم اسلوبهم عندهم طريقتهم بالعزف على هذه الاله. فبالورشه راح يتعرف الكل على الكل، هذا بده يعطي خبرته لهذا، وهذا بده يعطي اسلوبه يعني 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 بيعلم الثاني على اسلوبه في العزف. فهيك راح نعمل تبادل خبرات وتبادل وجهات نظر عن طريقة العزف على هذه الآلة في بلادنا. وكمان يعني عموما انه السنة في اسماء جديدة وفي ألحان جديدة وفي ومكان جديد، يعني كل هذه الشغلات هذه الأشياء هي شغلات جديدة بالمهرجان حقيقة. نعم، يعني مهرجان سيستمر لأربعة أيام ابتداء من اليوم 7 مساء بخان أسعد باشا، في عدة مشاركات من عدة محافظات سورية. نعم. حتمثل التراث والثقافة السورية بعدة آلات تحكي تاريخ سوريا. نحن بنتشكرك كثير لوجودك معنا، وبنتمنى لكم التوفيق على مدى أيام المهرجان، مهرجان بزغ. وحقيقة مو تقريبا هي من كل المحافظات السورية المشاركين بهذه الآلة، وأغلبهم من المنطقة الشمالية والشمال، باعتبار هاي الآلة تستخدم أكثر في هذه المنطقة السورية. نعم. يعني أنا حابب بصراحة أشكر وزارة الثقافة اللي عم تستمر معي إنه وعم تعطيني إنه هاي التشجيع إنه أستمر بهذا المهرجان، دكتورة لبانا مشوح، الأستاذ عماد جلول اللي فتح صدره إلنا وعطانا
كل الشغلات المتاحة حقيقة لازم نشكرهم هذول لأنه هن دائما معي، وحابب أشكر كل المشاركين اللي عم يعانوا من عناء السفر، وخاصة اللي جايين من القامشلي واللي جايين من منطقة حلب، من محافظة حلب ومن طرطوس واللاذقية ودرعا. هؤلاء الأشخاص يعني حقيقة شكر كبير لهم باعتبار عم يعانوا هذا المعاناة. وعلى بتعرف وأنت ونحن يعني قد ما كان في أجور لهي المسألة ما بتعادل شيء اللي نحن وضعنا اللي نحن فيه. فكل الشكر لهم وكل الشكر لكل ما عم يساندني على حفاظ على التراث السوري، باعتبار أنا اتجاهي للتراث السوري بشكل عام. يعني قريبا جدا رح يكون عندي حفلة للتراث الساحلي، رح كان في بعض الشخصيات اللي عم يشتغلوا بهذا التراث، وايضا عندي مهرجان قوس قزح اللي بيهتم بالالوان كمان قريبا جدا رح نشتغل بهذا المجال. اكيد بدنا نتشكرك لوجودك معنا، واكيد نضم صوتنا لصوتك، ونشكر كل مين عم يشتغل بهذا الظرف الصعب. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لوجودك معنا. شكرا. وبالتوفيق لكم اكيد. شكرا جزيلا.